يلعب الى ديونج، يا سلام عليك، الكره طويله لمبابي، يلا يا مبابي، سريع سريع مبابي، ابتعد عن الكره ورجع لها، يا سلام عليك، جول جول جول. لا والله ما اعرف كيف ضاعت هذه الكره ايضا. ممكن تلعب الى سانشو، سانشو ينطلق، سانشو 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 مرر. او لا 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 لا، هذه كارت احمر يا حكم. هل راح يحطها ديبالا؟ نقول ان شاء الله، نقول ان شاء الله يخلها بالشباك. ديبالا ديبالا، لا 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 لا، العارضة، لا 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 لا. يلا يا صلاح، حطها يا محمد، حطها يا محمد. اوه يا القائم، لا 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 لا، ما محظوظ محمد. السلام عليكم، هلا والله بشباب، حياكم الله بمقطع جديد وحلقة جديدة من ماستر ليج، واليوم عندنا الحلقة رقم 27. قبل ما ابتدي اطلب منكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الاشعارات، خلينا نوصل بهذا المقطع اكثر من 1500 لايك. ويا شباب اللي يحب يسوي اعلان على القناة اتمنى يراسلني على الانستغرام، لا تراسلوني على الايميل، انتو الايميل فقط للشركات. يعني اللي يحب يراسلني على الانستغرام ويسوي اعلان اتشرف بكل واحد وارد على الجميع، مو بس تريد تسوي اعلان، اي شيء عندك تريد تسالني اياه بالانستغرام موجود بالوصف، راسلني وانا ارد عليك ان شاء الله يا حبيبي. طبعا خلينا نروح ونشوف جدول مبارياتنا لليوم. راح نلعب ضد نيوكاسل صاحب المركز 17، هذه المباراه يعني ممكن نلعبها بتشكيله احتياطيه. عندنا مباراه توتنهام وبالكاس، مباراه جيده وقويه، مباراه السنغال ومباراه نيجيريا بتصفيات المونديال، واحنا متاخرين بالتصفيات. اليونايتد حاليا بالصداره فارق 3 نقاط على السيتي. والله شكل الدوري يا شباب بنهايته، والمنافسه فقط بيننا وبين السيتي، ليفربول تقريبا ابتعد. اما الهداف امبابي هو هداف البطوله، ديبالا عنده 15 هدف تقريبا، امبابي اقترب من حسم هداف البطوله، ان شاء الله يسجل بالمباريات القادمه ايضا. اما مجموعتنا بكاس العالم بالمنتخب المصري، احنا متذيلين للترتيب بعد خساره، لعبنا يعني مباراه واحده اعتقد المباراه كانت ضد تونس وخسرنا بها، ان شاء الله نفوز ونصعد للمونديال مباشره وحتى ما نروح للملحق، اتمنى هذا، اتمنى نوصل المنتخب المصري للمونديال. مثل ما قلت لكم راح اعتمد على تشكيله احتياطيه. او كم جاهز، والله نخليه ينزل روميرو ايضا، نخليه ينزل يا شباب، خلي شارك. لوكا هرنانديز نطلع وننزل جريمالدو. عندنا مشكله بخط الوسط، رادنا لاعبين سي ام اف او دي ام اف، يعني وسط دفاع او لاعب خط وسط. بالنسبه لهذا المركز يا شباب عندنا ديبالا، وممكن نشتري فان دي بيك او اي لاعب اخر، ان شاء الله يعني نشتري لاعب ثاني ايضا بدل ديبالا يكون بهذا المركز يلعب. سافرت الحكم بدايه المباراه، المباراه هذه خارج ملعبنا، ان شاء الله نستمر بالانتصارات. ممكن الكرة إلى سانشو، يلا يا سانشو الهدف الأول، الله يا سلام على سانشو على هدف الأول، تصويبة قوية، سانشو يحطها بالشباك، جول 1-0، نتقدم بأول تصويبة بأول هجمة. شوف الكرة، بوجبا هيئها إلى سانشو، بوم بالشباك، جول. يلا يا حبيبي سانشو يتقدم، والله سانشو يؤدي أداء اليوم جميل يا شباب. تصويبة أخرى، يا سلام عليك، والله مبدع سانشو اليوم. ديبالا، أو لا 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 لا، هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول، الله يا ديبالا. يلا يا كيميتش، يا سلام عليك يا شباب، لحد الآن بس هجمة واحدة وجول واحد، ليش ليش؟ يلا يا سانشو حاولوا من هذه الكرة يا حبيبي، يلا الكرة سريع، سانشو سانشو على الطرف، يا سلام عليك، يلا مبابي أمامك، مبابي أمامك، أو لا لا لا، ترجع الكرة، ترجع إلى ديبالا، ديبالا ديبالا، أو لا يا ديبالا، صعبة صعبة المرور، هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة يا روميرو، روميرو روميرو، لا 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 لا، جول التعادل. شوف الكرة، الخطأ يا حبيبي من دفاع القلبي، الدفاع اثنيناتهم اندفعوا إلى الأمام، يلا مو مشكلة، واحد كل، إن شاء الله نعوض. مبابي إلى روبينيو، روبينيو إلى مبابي، يا سلام كورتك يا مبابي، الله لا، ضاعت الكرة، نهاية الشوط الأول 1-1. دير بالك دير بالك لا يصوب، دير بالك لا يصوب يا حبيبي، لا تخلي يصوب، روميرو جاي يسوي بمكانك. يتقدم بوجبا، بوجبا يتقدم ويصوب، كرة عالية عالية عالية، يلا يلا يلا، خلينا نسوي تغييرات. نزلت مارتينيز بدل مبابي، ونزلت ديمبلي بدل روبينيو، نريد نفوز، نريد 3 نقاط. يلعب إلى ديبالا، يلا يا ديبالا، كورتك يا ديبالا، الله، على الرغم من الأداء السيء لكن نفوز يا حبيبي 2-1، وإن شاء الله نحافظ على هذا الهدف. أهم شيء ال3 نقاط وصلت من ديمبلي إلى ديبالا مباشرة بالقدم اليمنى للشباك، جول. طلعت ديونج، نزلت هارنينج تون، أتمنى أبيع هذا اللاعب يا شباب، إن شاء الله يجي لعب. كرة وين؟ الدقيقة 89، يلا يا ديليخت، خلاص أعتقد المباراة اقتربت من النهاية يا حبيبي، أعتقد هتنتهي بهذه النتيجة، خلينا نحافظ، خلينا نحافظ على 3 نقاط. دقيقة 93، بأي لحظة راح يص
صفر الحكم نهاية المباراة، طالت الكرة، بس يلعب الضربة الركنية أو ضربة المرمى روميرو، خلاص صافرة الحكم نهاية المباراة. 3 نقاط صعبة كانت الصراحة، أداءنا ما كان مقنع بهذا اللقاء. ديبالا أفضل لاعب بالمباراة، ليفربول يتعادلون مع تشيلسي يا حبيبي، والسيتي يفوزون، يبقى الفارق 3 نقاط. هسه مباراتنا ضد توتنهام نصف نهائي الكأس، جاء عرض لبافارد ب 74 مليون من بوروسيا دورتموند، أكيد إنهاء المفاوضات مباشرة. بافارد ليس للبيع، لاعب صغير، نريد عروض الغير لاعبين. جريمالدو أيضا جاي العرض من الحلقة السابقة، قلت لكم شو تقولون، ما حد رد علي. أنا الصراحة اللاعب هذا ما أريد أبيعه، لأن لاعب أسطوري جريمالدو. هاي تشكيلتنا للشوط الأول ضد توتنهام، كيمبمبي ما جاهز، خليت لوكاس هرنانديز أو لوكا هرنانديز يلعب بالمركز مالته، جريمالدو موجود أساسي نزلناه. أيضا يا شباب خلينا ديمبلي وجوان فليكس يكونوا موجودين، نخلي سانشو يرتاح أو يعني أفضل من عنده ممكن يكون ديمبلي حاليا. نصف نهائي الكأس، طبعا هذه البطولة أعتقد بالموسم السابق ما أخذناها، خرجنا بها من وقت، فكتبوا لي بالتعليقات يا شباب هل أخذنا هذه البطولة مع اليونايتد بالموسم الفائت أو لا. أنا اللي أتذكره أخذنا فقط اليوروبا ليج. مباراة أكيد مهمة، صافرة الحكم بداية المباراة، إن شاء الله أداءنا يكون أفضل من أداءنا بالمباراة السابقة. لا 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 يا مبابي ضيعت الكرة، خطرة، با 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 با. خطير سون، لاعب رهيب. ديمبلي على الطرف، ديمبلي 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 بالسرعة يا ديمبلي، اهرب يا ديمبلي. لا لا لا، صعبة 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 على ديمبلي، توصل مبابي، يلا مبابي، لا 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 لا، فاول فاول، ما جاي نقدر نخترق دفاع توتنهام. يلا مبابي بالسرعة يا حبيبي بالسرعة، الله، هرب 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 هرب، جول 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 يا ولد، ضيعها والله، اللاعب صاروخ صاروخ، لكن ضيع هذه الكرة. يلعب إلى ديونج، يا سلام عليك، الكرة طويلة لمبابي، يلا مبابي سريع سريع، مبابي ابتعد عن الكرة ورجع لها، يا سلام عليك، جول جول جول، لا والله ما أعرف كيف ضاعت هذه الكرة أيضا. نهاية الشوط الأول 0-0، الصراحة هذه مباراتين فريقنا سيء، ما جاي يقدم الأداء المطلوب منه لاعبنا، ما أعرف إيش بيهم. يلا مبابي، هذه كورتك، هذه الثالثة، الثالثة ثابتة يا حبيبي، الثالثة ثابتة، لا 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 لا، لوريس لوريس لوريس، يلا من الضربة الركنية، يلا يا دي ليخت الرأسية، ترجع الكرة عند بافار، بافار 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 يحصلها، يلا يا بافار، ممكن تلعبها إلى ديبالا، يا سلام عليك، الكرة وين، ترجع إلى ديونج، إلى توني كروس، توني كروس يلعب ديبالا، حلوة الكرة، ديبالا ديبالا إلى كروس، كروس يرجع إلى مبابي، مبابي بالمرمى، أوه سهلة 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 بيد لوريس، الكرة ملعوبة لمبابي، يا سلام عليك، يلا يا حبيبي، ممكن كرتك يا مبابي أرضية، لكن الدفاع ما أعرف ليش ما جاي تعبر الكرة. يلا يلا يا توني كروس، يلعب ديونج، يا سلام على الطرف، جريمالدو جريمالدو تقدم يا جريمالدو، ديونج يلعب إلى مبابي، إلى ديبالا، ديبالا مرر الأجواو، فيليكس 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 إلى ديبالا، هذه كورتك، أوه أيضا ضاعت، ما أعرف ليش ما جاي تجي على المرمى. نزلت سانشو بدل جواو فيليكس، حولت ديمبلي على الجهة اليسرى، كروس مبابي، يلا مبابي إلى ديمبلي، يلا يا حبيبي، هذه 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 ما تضيع يا ديمبلي، هذه ما تضيع يا ديمبلي، لا 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 لا، ما قابلة تدخل للشباك. ضربة حرة، إريكسن إريكسن يلعبها عالية، يلا يبعد يا دي ليخت، يا سلام إلى مبابي، أوه يلا 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 بالسرعة يا مبابي، ممكن تلعب إلى سانشو، سانشو ينطلق، سانشو 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 مرر، أوه لا 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 لا، هذه كارت أحمر يا حكم، اللاعب وحده كان بالفعل كارت أحمر، غريب 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 من هذا التدخل القوي، وأعتقد إصابة لسانشو. هل راح يحطها ديبالا؟ نقول ان شاء الله، نقول ان شاء الله يخلها بالشباك، ديبالا ديبالا، لا 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 لا، العارضة، لا 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 لا، ضاع الهدف يا حبيبي ضاع، لكن ان افضليه الان يا شباب، افضليه اللاعب الزايد، يعني عندنا هم عندهم ناقص لاعب، يلا الكره الى مبابي، مبابي 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 الى ديمبلي، يا سلام عليك الى مبابي، يلا يا مبابي الى ديبالا، ديبالا بالشباك يا ديبالا، خلصها يا ديبالا، يا سلام عليك، واخيرا 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 نسجل هدف قاتل يا حبيبي بالدقيقه 73، والله نستاهل الصراحه. الشوط الثاني كنا افضل بكثير بكثير، افضل من توتنهام، شوف الكره، ديمبلي امبابي مرر ديبالا، وديبالا حطها حط على يمين حارس المرمى، بافار على الطرف، يلا يا بافار العب الكره الى امبابي، يا سلام عليك يا امبابي، حلوه الى ديبالا، ديبالا ممكن ترجع لامبابي الى ديبالا، اوه اه لمسه لمسه بس لمسه يا امبابي، كان ممكن ديبالا يروح واحده، هي العرضيه، يلا الراسيه، وين 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 بافار، خلاص 3 دقائق بقى من الوقت الاصلي او وقت بدل الضايع بالفعل، يعني المباراه انتهت يا
حبيبي، آخر هجمة ممكن تكون لنا بالمباراة. يلا يلا يا توني كروس، يلعب إلى ديبالا، ديبالا خلاص انهيها يا ديبالا، انهيها يا ديبالا، بعد الكرة على ديبالا، باولو ديبالا يرجعها إلى ديمبلي، ديمبلي ممكن إلى ديبالا، ديبالا مبابي، مبابي بالمرمى، جول جول، لا 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 لا، لوريس لوريس لوريس، خلاص المهم نهاية المباراة وفزنا وتأهلنا للمباراة النهائية. الصراحة مباراة صعبة كانت فقط بالشوط الأول، أما الشوط الثاني ففريقهم تدمر وانهار وخاصة بعد الطرد. المهم فزنا وتأهلنا بهدف ديبالا بالدقيقة 74. ديبالا أيضا أفضل لاعب بالمباراة، المباراة الثانية على التوالي. أوه مباراتنا راح تكون ضد ليستر سيتي بالنهائي، وهسه مباراتنا ضد السنغال، مباراة المونديال مع المنتخب المصري. إن شاء الله يا شباب نصعد المنتخب المصري وإن شاء الله نفوز بهذا اللقاء. إيسكو هو هداف الكأس مع مانشستر يونايتد، يلعب إيسكو كأس إنجلترا هذا يا شباب. ديبالا عنده 3 وجواو فيليكس عنده هدفين بالكأس. هسه مباراة المنتخب المصري ضد السنغال، طبعا راح ألعب يا شباب على طريقة الاستحواذ على اللعب. المشكلة المنتخب المصري ما عنده لاعبين خط وسط، يعني مثل ما تشوفون أغلب اللاعبين مدافعين أو كل اللاعبين مدافعين، يعني ما أعرف ليش ما عندهم لاعبين. حتى بالفريق اللي أقدر أسحب من عند الفريق الثالث ما موجود غير يمكن 11 لاعب وكلهم ضعاف يا شباب. هذه المباراة تعتبر خارج ملعبنا، تعتبر على ملعب السنغال. إن شاء الله ناخذ من عندها 3 نقاط، إن شاء الله نفوز. طبعا تصفيات المونديال مهمة جدا، مونديال قطر 2022 بداية المباراة، إن شاء الله إن شاء الله الفوز يا شباب، يعني راح نكون حذرين. المهم الانتصار مو مهم طريقة اللعب والأداء. دير بالك دير بالك دير بالك يا حبيبي يا حبيبي، والله فريقهم قوي. ابعد ابعد، شيل الكرة، خلصها 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 يا حبيبي. يلا يلا يا النني محمد النني، اوه يا شباب يا شباب، بدون أخطاء بدون أخطاء، رجاء بدون أخطاء. توصل الكرة صلاح، صلاح إلى كهرباء، هذه خطير، اوه جول 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 جول، الهدف الاول، 1-0. لا 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 لا، يظهر راح يقيلوننا المصريين، راح يطرد روبرتو كارلوس، يظهر يا شباب. صلاح صلاح يلعب الى كهرباء، يا سلام، اوه اوه اوه، تمريرات بطيئه، لا لا يا حبيبي، يلا يا محمد يلا يا محمد، يا سلام عليك، حلوه الكره توصل، او لا 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 لا، هيئ 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 يا صاحبي، هيئ بس هيئ، جاي تسوون يا شباب، يا سلام الكره لمحمد، صلاح صلاح صلاح، التمريره، يا سلام، هي جول، هي لا 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 لا، المفروض باليسار يا حبيبي. صراحه المسافه جدا بعيده عن المرمى، بس نحاول بصلاح وان شاء الله يخلها بالشباك. محمد يلا يا محمد، يلا يا ابو صلاح، الكره لا 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 لا، قريبة 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 من القائم، يلا يا جابر إلى محمد، أو كرة ترجع بعدها عندنا، يا سلام عليك، يلا يا حبيبي، هي كورتك، صوب 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 صوب، الجاي سو، لا لا، الضربة الحرة علينا، لا يا حكم، والله غريب والله غريب. شوط أول ينتهي 1-0، والله غريبة غريبة غريبة، بينما الاستحواذ إنه ترى والفرص إنه كانت أكثر. يلعب الكرة عالية، ماني خطير، تضرب بالمدافع أو بالمهاجم مالتهم، وين الكرة يا حبيبي، ضغطوا عليها يا شباب، يلا 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 يا كهرباء، ما أريد نطلع من تصفيات كأس العالم، يلا يا جابر، ممكن عرضيتك، هي العرضية الرأسية، أوه والله غريب، يا سلام، يلا يا محمد، يلا يا أبو صلاح، أوه لا 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 لا، ما قابلة تدخل، ما قابلة تدخل، ليش ما سويت، ما راح تدخل يا حبيبي، بس أريد التعادل يا شباب، بس التعادل يا حبيبي، بس التعادل. ترجع الكرة، العب الحسن، يلا الحسن، يلا يوه يا الكرة، شكلي يا شباب راح أقدم استقالتي من تدريب المنتخب المصري، طريقة لعبهم تختلف على طريقة لعبي، والصراحة أوه لا لا، خلاص خلاص 1-0 خسرنا. الصراحة راح أقدم استقالتي، خلي الفريق يبقى له أمل يقدر يصعد، يجيبونهم مدرب ثاني، أنا ما مستعد أدرب منتخب مصر بهذا الشكل الصراحة، ما جاي أقدر أدي أداء ممتاز معاهم، طريقة لعبي تختلف عليهم والكاميرون، وهذه باقي النتائج ما أدري شنو أقول يا شباب. المهم المغرب يتصدرون، السنغال المركز الثاني، أنا مضطر ألعب مع المنتخب المصري يا شباب وخلص التصفيات لحد ما يجي لي عرض، لأن ما أقدر أستقيل، ماكو خيار استقالة عندنا باللعبة. المهم خلي نشوف التشكيلة اللي راح ننزل بيها وش راح نسوي بهذه المباراة، الصراحة أدائنا أبد ما مقنع، وهسه مباراتنا ضد نيجيريا مباراة قوية وصعبة، أكيد صعبة علينا. غيرت شوية بالتشكيلة، أتمنى يا محمد صلاح ما تخذلوني بهذه المباراة، يعني خسارتين للأسف، والله وضعنا صعب صعب صار بعد هذه الخسارتين،
لازم نفوز عدد كبير من المباريات وما نخسر بعد إن شاء الله. يلا بداية المباراة نحاول للنفس الأخير نأهل المنتخب المصري، ولو صعب علينا يا شباب، خاصة وقلت لكم طريقة لعبهم أول شيء تختلف، ثاني شيء ما عندهم لاعبين احتياط ممكن يغيروا لي اللعب. يلا يا جابر، حلوة الكرة، يلا الجول 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 يا ولد، سجل ضربة ركنية يا شباب، دير بالكم خلي نسجل هدف يا حبيبي، خلص ابعد. اوه اخطاء دفاعية بالجملة. يلا يا محمد، يا سلام عليك يا صلاح، يلا العرضية هي الرأسية يا حبيبي، بس وحدة وحدة اريدها على المرمى، وحدة يا شباب. يلا الكرة وين؟ يلا يا مرسي الى عمر، وردة 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 يمرر، يا سلام عليك، يلا يا محمد كرة. اوه يا ابو صلاح، فاول 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 يا حكم، والله غريب غريب حكم المباراة. يلا الكرة وين يا حبيبي؟ العب العب. اوه لا 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 دير بالك، يلا مرر من هنا يا سلام. اوه شنو شنو السالفة يا جابر؟ يلا يا محمد، يا سلام عليك، يلا المرور، صوبها بس صوب، سجل. لا يا حبيبي، لا هي تسديدة ولا هي تمريرة ولا سويت أي شيء يا محمد. يلا يا حبيبي، يلا الكرة، يا سلام، يلا يا صديقي، سجل، دخلت. الله، الهدف الأول، وأخيرا 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 نسجل يا حبيبي يا حسن. شوف الكرة يا شباب بعد دربكة بالدفاع، أخيرا نسجل أول هدف إلنا. شوف 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 راحت للشباك، الحمد لله سجلنا. يلعب إلى حسن، يا سلام إلى محمد، صلاح 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 صلاح، الله الله يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد. نهاية الشوط الأول 1-0. يلا يا صلاح، حطها يا محمد، حطها يا محمد. أوه يا القائم، لا 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 لا، ما محظوظ محمد، دير بالك هذه خطيرة، يا سلام على حارس المرمى. طلعت عمرو وردة ونزلت كهرباء. أوه موسى، موسى خطير، يا سلام على الحارس، ابعد الكرة وشيل، دير بالك يا حبيبي، دير بالك. لا 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 بعد، هي الدفاع ما ادري ايش بيهم يا شباب. يلا يلا خذها، دقيقة 80 يا شباب، رجاء رجاء حصلوا الثلاث نقاط. يلا يا محمد، يلا يا محمد اصعد اصعد يا محمد، يا سلام عليك. صلاح 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 هرب. يلا يا محمد، اوه 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 عرقلة وتدخل وضربة حرة لمحمد صلاح، يلعبها طويلة الى محمد. يلا يا صلاح، يا سلام، محمد 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 محمد، ممكن تلعب، خلاص يا شباب ممكن ثلاث نقاط. يلا يا حبيبي، اوه الدقائق الاخيره يا شباب، دير بالكم الكره وين. يلا العب، مرر مررها يا صديقي، حلوه، خلاص خلاص خلاص، واخيرا. والله مباراة صعبة صعبة صعبة، المهم الثلاث نقاط، فزنا على نيجيريا يا حبيبي. نتائج باقي المباريات وخلي نشوف مجموعتنا ونصعد للمركز الثالث. تتوقعون يا شباب اكو امل نتأهل؟ اكيد ان شاء الله اكو امل كبير، بعد عندنا تقريبا يعني 5 مباريات أو 6 مباريات بعد، فبعدنا بالبداية وإن شاء الله نقدر نتأهل. جدول مبارياتنا للحلقة الجاية، عندنا مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد وضد السيتي يا حبيبي، هذه المباراة ضد صاحب المركز الثاني، ممكن نزيد الفارق، ممكن نحسم الدوري. عندنا مباراة أيضا مباراة الإياب ضد الريال، وعندنا مباراة الأخيرة هتكون ضد هدرسفيلد، أكيد هذه بتشكيل احتياطي، هدرسفيلد بالمركز 19، هداف الدوري إمبابي 20، وديبالا عنده 16 هدف، هاري كين عنده 17. بس يا شباب أعتقد إن هنا وصلت إياكم نهاية الحلقة، ضغطوا لايك اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات، خلينا نوصل بهذا المقطع أكثر من 1500 لايك. في أمان الله.